بس النايف، السؤال الأول، هل ممكن ترجع الاتحاد ولا مو ممكن؟ لا بعدنا السؤال أبدا. طيب نروح السؤال اللي بعده، كلمة أخيرة للناس اللي تشوفك وللجمهور، جمهور النصر، جمهور الاتحاد، الجمهور السعودي كله والهلال بعد. والله كلهم، والله هلال نصر اتحاد الكل. يعني أنا أتكلم هنا باسم اللاعبين، أتكلم باسم المنتخب، يعني ما أتكلم باسم. أولا وأخيرا، يعني دائما نحن كلاعبين في المنتخب يعني دائما لازم تقتنعوا تماما أننا لا نزلنا الملعب كلنا نتحمل مسؤولية وكلنا نخلص للشعار وكلنا ترى زي ما أنت تحب، يعني تحب النجاح للمنتخب وللوطن، ترى إحنا عندنا ضعف لهذا الشيء. فأتمنى دائما منكم، يعني إن شفتونا خلف الشاشات أتمنى بكم الدعاء، يعني إن كنت معنا مع النادي ولا مع المنتخب في النهاية إحنا أخوانكم. وأنا سعيد جدا بصراحة والله بتواجدي معاكم، والله سعيد بصراحة. وأنا ترى أول مرة أنا يعني أجلس ما بين ما شاء الله الشاعر القدير الله يبارك وما بين منشد، اول مره ما بين شعر وما بين منشد. انا عندي اصدقاء بصراحه شعر، لو لا تدرون كيف جاء انا والله بوجودك يا الشرف، انا والله العظيم يا براس تشجع اي منتخب؟ اي فريق. شكرا لك يا انت الصالحين، انا اقول عندي الكوره سم واتمنى اكون يعني ضيف خفيف عليكم. لا خفيف، كان في مني اي خطف ما هو من نايف او من الشيطان، جيك بالعكس ويخلصنا. اخو عزيز وغالي ومرحبا بك واشكرك على لكم التوفيق جميعا، تواصلك الطيب. بس السر يوم اني ارسلك واتساب ليش ما ترد تتصل؟ يعني ايش سرك مع الاتصال؟ طبعا ما يكلم، تتصل عليه ما يكلم، واتساب يرد جوالات عشان ما تتكلم معه. ايش في ما شاء الله بيغلق الحلقه وانت جاي.